بيتوخ قالوا هو عيلات واخدم بمدي لوخ سرد ملكوش ما يونو حاسو لي كل دا احبي كلمة الاحتفال يلقيها المونسنيور يوسف فخري. ارتفعت كالأرز في لبنان وكغراس الورد في أريحة من سفر الحكيم يشوع بن سيراخ صاحب السيادة المطران مارون العمار السامي الاحترام. أصحاب السيادة السامي احترامهم حضرة الفاضلين المونسنيور بولس الفغالي والمونسنيور توني الخوري حنا المحترمين، آباء الأجلاء، أخواتي الراهبات الفاضلات، سعادة نائبي بشري والقضاء السيدة ستريدة طوق جعجع والأستاذ إلي كيروز المحترمين، سعادة النائب السابق الشيخ الدكتور جبران طوقي المحترم، حضرة رئيس بلدية بشري وأعضاء المجلس البلدي المحترمين، حضرة فعاليات وأصحاب الشأن في مدينة بشري المحترمين، أصحاب المقامات السياسية والمدنية والروحية والعسكرية والأمنية المحترمين، إخوتي أخواتي بالرب، نجتمع اليوم سويا بالإيمان وفرح الروح لنحيي معا بالصلاة والمحبة ذكرى مناسبتين غاليتين على قلوبنا. المناسبة الأولى ذكرى ارتقاء سيدة قاديشة عرشها المجيد المركز على ظهر شير مار نهرة ومرمامة في مدينة بشري، وتنصيبها ملكة على مدينة المقدمين وبلدات الجبة المنسورة على ضفتي وادي القديسين قنوبين، وللصلاة معا من أجل راحة نفس أخينا المثلث الرحمات المونسنيور يوسف الزين طوق أمين سر البطريركية المارونية سابقا في الذكرى الثانية لنياحته، وللصلاة أيضا من أجل المحسنين إلى مستشفى مرمامة ولانطلاقة العمل الاستشفائي والإنساني فيه. فحين كانت المؤسسات الصحية والاستشفائية في بشري والقضاء لا تستطيع أن تؤدي واجباتها الإنسانية على أكمل وجه بسبب ضيق المكان ونقص في العتاد الطبية، انبرى من بين أبناء بشري الأستاذ أنطوان الخوري يوسف طوق وكيل وقف السيدة سابقا متكلا على العناية الإلهية وشفاعة العذراء مريم، مدفوعا بروح النبوءة مغامرا في مشروع نبوي هو مستشفى مرمامة الكبير. قالوا عنه آنذاك إنه أخوت ومجنون، إنه يبني برج بابل، ولقد غاب عنهم أن للمشاريع الإنسانية العظيمة لها مجانينها العظام. ألم يعير يسوع من ذويه أنه معتوه فاقد الرشد؟ أما قالوا عن مار فرانسيس العظيم أنه مجنون؟ ألم ينعت أبونا يعقوب بأخوة دير الصليب؟ لقد صم الأستاذ أنطوان الخوري أذنيه عن سماع الكلام المحبط العزائم، وصار هذا المجنون في ديار أهل الخير والمحسنين حاملا كيس الرحمة لبناء صرح الرحمة.
وابتدأ المشوار الطويل والمضني، وارتفع البناء الشامخ ببطانه المجبور بعرق أهل العزم والجد، والمسلح بحديد الإرادة الشراوية الصلبة، والمبني بحجارة مصنوعة في معمل قلوب أهل الحب والرحمة والرأفة. هذا الصرح الشامخ نحو العلاء ليس ببرج بابل كما صوره البعض، إنه برج نعم ولكن من نوع آخر، إنه برج داود. فالبابلي شيده أهل البلبلة ليتحدوا الله في عقر داره في السماء، أما الداودي فبني ليحرس مدينة الله المقدسة أورشليم. إنه برج داود، إنه برج سيدة قديشة حارسة المدينة، مدينة المقدمين وجوارها. شيد هذا البرج لا ليتحدى الله كالبابلي، بل ليتحدى الفقر والألم والأوجاع والشيخوخة وعواصف الزمان الهوجاء التي تسحق الإنسان. إنه عمل جنوني نبوي، فالتاريخ يعلمنا أن المشاريع العظيمة العظيمة لا تقوم إلا على أكتاف المجانين الأنبياء الذين يرون بؤس الحاضر ويعطون حلولا سليمة للمستقبل. كم نحن بحاجة في زمننا إلى مجانين أنبياء يزرعون أرضنا بالمؤسسات النبوية الخيرة. وكل ما أتمناه اليوم وكل يوم لمدينة الحبيبة بشري ولوطن لبنان هو ما تمناه موسى النبي لشعبه في سفر العدد، حين أخبره يشوع بن نون بأمر ألداد ومداد اللذين حل عليهما الروح وبدأ يتنبأان. فقال له موسى: يا ليت كل شعب الرب أنبياء بإحلال الرب روحه عليه. ألا بارك الله كل من سعى وبنى وتعب وساهم في بناء مستشفى مرمام بشري، من كهنة وعلمانيين، من رسميين ومدنيين، مقيمين ومغتربين، أحياء وأموات. فالشكر وكل الشكر لهم جميعا، ولمن يتابع الآن مسيرة هذا الصرح المبارك. كافأهم الله عنا. واسمحوا لي أن أشكر باسمكم شكرا خاصا السيد أنطوان الخوري طوء مطلق هذا المشروع الكبير، والأستاذ نعم يوسف طوء صاحب المبادرات البيضاء والهمم. والمناسبة الثانية هي الذكرى السنوية الأولى للصيام الأسقفية لسيادتكم يا صاحب السيادة، وتسلمكم عصر الرعاية على الأبرشية البطريركية المارونية نيابة جبة بشري. إننا نهنئكم يا صاحب السيادة باسم كل أبناء رعية بشري وأحبائنا أبناء رعاية دورة قاديشة، طالبين من الراعي الصالح الذي أمنكم على خرافه أن يزيدكم نعمة على نعمة على نعمة، لتسوسوا كالقهرمان الحكيم بفطنة وغيرة رسولية وقداسة شؤون الأبرشية، وتقود القطيع الصغير إلى المراعي الروحية الخصبة وتعطونه الطعام في حينه. وكل ما أطلبه لكم يا صاحب السيادة من راعي الرعاة الذي اختاركم وكلل هامتكم بتاج المجد والكرامة بواسط أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبة حفظه الله ورعاه، كما يقول صاحب المزامير: بادرته ببركات الخير وبتاج من إبريز توجت رأسه. أن يهبكم يا صاحب السيادة الحكمة الإلهية التي هي تاجكم الحقيقي، كما يقول الحكيم في سفر الأمثال: ارفعها فتعليك، وإذا عانقتها فإنها تمجدك، تجعل على رأسك إكليل نعمة وتوليك تاج جلال. ومتى ظهر يا صاحب السيادة راعي الرعاة تنالون إكلين من المجد لا يذبل، كما يقول مربوس الرسول في رسالته الأولى. والخاتم الذي وضع في يمناكم كعلامة للاختيار الإلهي لكم ولسلطتكم الأسقفية، كما قال الرب على لسان النبي حجاي: لقد أخذتك يا عبدي وجعلتك كخاتم في يدي، فإني قد اخترتك. إننا نصلي معكم ومن أجلكم
ومع صاحب نشيد الأناشيد نردد معا يا صاحب السيادة ونقول: اجعلني يا رب كخاتم في يدك، اجعلني كخاتم على قلبك، كخاتم على ذراعك، فإن المحبة قوية كالموت. من نشيد الأناشيد نجدد تهانينا لسيادتكم ونشكركم باسم رعية بشري وكهنتها وكل المؤمنين المباركين الحاضرين معنا اليوم، مستودعين بين يديكم وصية مار بولس الرسول الأخيرة لشيوخ مدينة أفسس: تنبهوا لأنفسكم ولجميع القطيع الذي جعلكم الروح القدس حراسا له، لتسهروا على كنيسة الله التي اكتسبها بدمه. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. يا ربنا يسوع المسيح، يا شمس البر الذي أشرق من الآب قبل الدهور ومن مريم في ملء الزمن، أهلنا أن نحتفل بتذكار أمك الطاهرة بالتسابيح الروحية ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. والإكرام إلى العظيم الذي تصاغر وعظم البتول الصغيرة، إلى الإله الذي تألس وخلص بني الإنسان، إلى الرفيع الذي تواضع ورفع المتواضعين، بارك الذي له المجد والإكرام في هذا المساء المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. إننا إذ نذكر الطباوية مريم أم الله الدائمة بتوليتها، نقدمها شفيعة على لدى ابنها ثمرة يخشى يا قائلي أبعد يا رب بصلوات أمك عن الأرض وجميع سكانها. الحرب والمجاعة والوباء تحلل علينا، اشفي المرضى، ساعد المساكين، خلص المظلومين، وارح الموتى المؤمنين الذين انتقلوا من بيننا، وهلا جميعا إلى مصير الآمن سليم،
لنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس برخ مربور رشكوغني الآن وإلى الأبد. يا سوسنة بهية، يا وردة فواحة، يا مريم العذراء القديسة، لقد انتشر عرف قداستك في العالم كله. اطلبي لنا أن نكون شذى المسيح الطيب يفوح في العالم، ليكون بخورنا لحفظ الأحياء في الإيمان وخلاص الموتى برخ مورابون ريشكوهني، حتى نحظى بالسعادة الأبدية ونسبح الثالوث الأقدس إلى الأبد. آمين. قديسة القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل.
ولتحل مراحم الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، لو كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة، فإنما أنا نحاس يطن أو صنج يرن. ولو كانت لي النبوءة وكنت أعلم جميع الأسرار والعلم كله، ولو كان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن في المحبة، فلست بشيء. ولو بذلت جميع أموالي لإطعام المساكين وأسلمت جسدي لأحرق ولم تكن في المحبة، فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ ولا تأتي قباحة ولا تلتمس ما هو لها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، أما النبوءات فستبطل والألسنة تزول والعلم يبطل، فإن نعلم علما ناقصا ونتنبأ تنبؤا ناقصا، فمتى جاء الكامل يبطل الناقص. إني لما كنت طفلا كنت أنطق كالطفل وأعقل كالطفل وأفكر كالطفل، فلما صرت رجلا أبطلت ما هو للطفل، لأننا الآن ننظر في مرآة على سبيل اللغز، أما حينئذ فوجها إلى وجه. إني أعلم الآن علما ناقصا، أما حينئذ فسأعلم كما علمت، والذي يثبت الآن هو الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة وأعظمهن المحبة. والتسبيح لله دائما. مخلصينا المبشرة بالحياة، لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فالمصغيل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل
المقدسة يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: كل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وحين يقدمونكم إلى المجامع والرئاسات والسلطات لا تهتموا كيف أو بماذا تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، فالروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه حقا والأمان لجميعكم. الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما تقولونه. وهلأ أنا بهدي الروح القدس بدي أقول غير اللي كاتبه. أنا بقول اليوم هلأ شايف قدامي أجمل منظر بهالسنة لقيته بحياتي. أكيد عم بروح على الوادي واكتشف جمالاتها، عم نطلع على الجبال وعم نكتشف جمالاتها، بس لا الوادي ولا الجبال ولا أي محل آخر أجمل من أنه شوفكن مجتمعين مثل ما مجتمعين اليوم. صدقوني يا أحبائي، هو عزائي الوحيد أنه شوف أهل بشري وأهل المنطقة كلياتهم سوا والأصدقاء الأعزاء مجتمعين حول مذبح الرب، متناسين كل آرائهم واتجاهاتهم السياسية والاجتماعية والحياتية والثقافية وكل ما إلى هنالك، ومجتمعين حول مائدة الرب. أيها الأحباء، الروح يجمع. نعم، الروح يجمع، وهذا الروح هو الذي يجمعنا الآن. أنا وقاعد على الكرسي وعم بتطلع بالعذراء فوق، عم بشوف قديش العذراء مبسوطة بجمعتنا، قديش فرحانة هي وابنها بجمعتنا وبقداسنا اليوم. رجائي أيها الأحباء، ما تحرمونا من هذا الجمال، ما تحرمونا من هذه النعمة، ما تحرمونا من محبتكم لبعضكم. وأنا بكل أبوة بتوجه من الشيخ جبران، بقول لك يا شيخ جبران بفرحتك الكبيرة، فرحة ابنك، ما تحرمنا من هذا الجمال. إذا فيك تجمعنا فعلا تنجتمع كليتنا حواليك بفرحتك الكبيرة، وبتكون فرحتنا كبيرة وبتكبر فرحتنا أكبر تجمعنا كليتنا حواليك. يمكن هذا الروح القدس عم بيشتغل فيي، بس بتصور هذا الروح القدس اللي عايش بهالمنطقة ومش عم بفرقها ولا نهار. أيها أحبائي، فعلا
خلونا نعيش هالفرحة دائما وأبدا. وأنا بقول ساعة ما نكون مجتمعين بهالشكل ما في حدا بيغلبنا، لا شيطان بيغلبنا ولا سياسة بتغلبنا ولا قاهر أجنبي بيغلبنا ولا في حدا بيغلبنا، لأنه الله معنا والروح معنا. إن شاء الله ما نحرم أبدا من حضور الرب الجامع أبدا فيما بيننا. أبائي الأجلاء، مش رح لكم صاحبي المعالي هلا، لأنه أخوتنا وأحبائنا جميعا في بشرة، والحاضرين معنا كليتنا سوا اليوم، نحن أخوة بالروح القدس، أهلا وسهلا فيكم. اسمحوا لي أولا أن أشكر الرب معكم باسم إخوتي كهنة بشر الحاليين وأوقافها، مع الكهنة الذين سبقونا من أبنائها إلى ديار الخلود. وأذكر فقط من بينهم من غادرنا في مثل هذا الوقت منذ سنتين، معلمي وصديقي المونسنيير يوسف طو. كما أشكر معكم شمعية جذورنا المعطاء على مبادرتها الخيرة وتطلعاتها ورغبتها في تكريم شخصي لمناسبة مرور سنة على تسلم رعاية هذه المنطقة في الأبرشية البطريركية. واشكر الرب معي على كل عطاياه وهللوا، لأن روحه يعمل أبدا فينا. في هذه المناسبة المباركة سأحاول أن أعلن باسمكم إيماني بالروح القدس العامل فينا جميعا منذ أجيال وأجيال وإلى الأبد. إن الروح أيها الإخوة المباركون ألهم أهلنا في هذه المنطقة وهذه المدينة منذ زمن بعيد جدا، فأوقفوا مالهم ورزقهم في هذا المكان ليعبد فيه الله ويكرس اسمه ويمجد إلى الأبد. هذا الروح عينه زرع في حياة الأجداد والآباء إلى يومنا، وها نحن بإلهام هذا الروح نواصل في هذا المكان تمجيد الله وتكريم اسمه، آملين أن يحمل أبناؤنا هذه الرسالة المقدسة إلى دهر الدهور. شكرا لله الثالوث العامل بواسطة روحه فينا. إننا اليوم أيها الأحباء نشهد على روح الله العامل فينا عبر الدهور، ونحيي كل الأجداد الأبرار الذين أوصلوا لنا الإيمان والشهادة بابنه، وها هم يطلبون منا أن نواصل الرسالة ليرتفع اسم الله دائما على أرضنا. فلنكن أهلا لحمل الرسالة المباركة، ونهلل لذكر اسم الله فينا وعلى أرضنا وإلى الأبد. أيها الإخوة، عمل آباؤنا بهدي الروح القدس في هذا المكان ككنيسة وكأنبياء. عملوا ككنيسة في كل مرة اجتمعوا ليحققوا عمل خير، إن في صلاتهم معا أو في تفكيرهم معا أو في مساهماتهم المادية معا. ولولا هذا العمل الكنسي
لما كنا نصلي الآن في هذا المكان ككنيسة تمجد الله، لما كنا مجتمعين معكم أنتم الذين أتيتم من كل حدب وصوب لتعيدوا معنا وتشهدوا على روح الله الساكن في أعمالنا والظاهر في تكريم قديسينا وأولهم أمنا السيدة العذراء الحارسة للبنان ولكل مكان ولهذا المكان. عمل آباؤنا كأنبياء في كل مرة جف الإيمان والتعاضد، فظهر منهم من يقول أنا مستعد لأحمل المسيرة بهدي الروح القدس، وراح يعمل بصمت متحملا الكثير من الانتقادات ومواجها الصعوبات، لأن الإيمان هو الذي يرشد وهو الذي يقود على طريق الحق. وهكذا انتقل بالمشعل إلى بر الأمان. فشكرا للكنيسة التي عملت، وشكرا للأنبياء الذين ضحوا بشجاعة الواثق بربه، والرب هو الذي يكافئهم خيرا على ما بذلوا بإيمان ومحبة. أيها الأحباء، لا يمكنني أن أذكر أسماء من أبناء كنيسة الآباء وأنبيائها لأنهم كثر، ومهما ذكرت فإنني أخاف أن أنسى الكثير منهم. لذلك ووفاء لهم جميعا اسمحوا لي أن أطلق على هذه الذبيحة الإلهية اسم ذبيحة الوفاء والشكر. وفاء وشكر لله وللإنسان الشاهد لله. وها نحن اليوم نذكرهم ونعاهد الله كما عاهدوه بأننا على درب مسيرتهم الخيرة سائرون، ولن ندع الشيطان يحيدنا إلى درب آخر عبر تفاصيل ينتظرنا بها على المفرق ليوقعنا في مهاور يصعب علينا الخروج منها سالمين. ولأن بالشكر تدوم النعم، نشكر الرب ونشكركم جميعا أنتم الذين حضرتم من قريب ومن بعيد لهذا القداس الإلهي، أنتم الذين شاركتم معنا اليوم وتشاركوننا من قريب ومن بعيد، وخصوصا عبر شاشة تيليلوميير ونور سات التي لها وللمسؤولين عنها والعاملين فيها الشكر الكبير والبركة الإلهية. أنتم الذين تشاركوننا اليوم قداس الوفاء هذا لأجدادنا وآبائنا القديسين، ونطلب لكم شفاعة أمنا مريم العذراء سيدة هذه المنطقة المقدسة وسيدة كل لبنان، وبشفاعة قديسينا وأبرارنا وشهدائنا، أن ترافقكم نعمة ربنا يسوع المسيح في أعمالكم وفي بيوتكم وفي عائلاتكم، وتكون لكم نورا هاديا على طريق الملكوت. وبالمناسبة أجمع نيتي في هذا القداس مع كل نواياكم فردا فردا، وأضعها أمام الله ليباركها ويقبلها
ويحققها، والرب لنا سميع مجيب. آمين. نؤمن بإله واحد. مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وكبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة. اتلوت مربحي ضلوه والوت ألوه دم حادي طليوت، وينو بسوغ التيموتوخ اعو للبيتوخ والسود بها يكلوت قوتشو. صلى على أئمة المران أيوه طبيب المرور اترحم عليك أصلوك. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم، ومرمرون ومريوحنا مارون وجميع القديسين،
اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة وكل النوايا التي نقدمها في هذا القداس، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضاً السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي كهنة المسيح ويا خدمة الروح القدوس. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. بارخ مورا بورش كهنة، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نشهد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً، فتوهلنا للدنوم المذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر برحمه رب رشكون الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متأيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكاروبين والسرافيم ويجدون مترنمين بأصوات نقية
وألحان سماوية ممجدين هاتفين. أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هودك ضمحى شودي لمعبد حيه، ساب اللحم بدا وقادي شوتو، وبارخ قادش وقصو يا بالتلميدا وكدومار، ما تقصي وما تهاب، حصايا تحوب والحاية ده العالم علمي. هو خانوا عالكوسو دمزغوا من حمرو من مايو، ما تشهد وما تهاب، حصايا تحوب والحاية ده العالم علمي. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان، ونسألك مغفرة الخطايا فتشفي مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتعل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان، فتجازي بعدل كل إنسان بحسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك، وهي تقول: ارحمنا أيها الأب السابق الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها.
استجب لنا. أرهب ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا، وارسل إلينا من سمائك روحك المحيي، وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا، ويقدسنا ويقدسنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. على بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، ومار نصر الله بطرس أبينا، ومار مارون مطراننا، وسائر الأساقف المستقيمين رأي، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. في سنة الإيمان المقدسة 2013 نطلب منك أيها الرب يسوع بشفاعة أمك سيدة قاديشة أن تثبتنا جميعاً وكل أبناء البيعة المقدسة على إيمان مار بطرس الصخرة وإيمان أبينا القديس مارون منارة الأقداس، وأن تجعل إيماننا حياً ملتهباً بالمواهب الإلهية كشعلة الروح القدس، ونابضاً بالرجاء الصالح، ومثمراً ثمار المحبة التي تليق بمجدك وبملكوتك السماوي. إليك يا رب نصلي. يا ليسو يا رب ارحم، يا ليسو. من أجل أبرشية جبة بشري ورعاياها وكهنتها، ومن أجل رعاياها سيادة المطران مارون العمار السامي الاحترام، امنحه يا رب في الذكرى السنوية الأولى لسيامته الأسقفية القداسة والحكمة والفطنة وحسن التدبير، ليكون قهرمانا حكيما يعطي الطعام الروحي في حينه لخرافك موسومة بميرونك، ويجمعها في حظيرة واحدة ويقودها إلى المراعي الخصبة. إليك يا رب نصلي. أجل رعية بشري لتكون رعية الإيمان والرجاء والمحبة ومنارة على جبل كما يريدها يسوع، ومن أجل كهنتها لينمو بالقداسة والفضيلة المسيحية والنعمة الإلهية والمحبة، ويكونوا شهودا حقيقيين لك
نرى من خلالهم ومن خلال أعمالهم الصالحة وجهك القدوس، فنمجدك فيهم إليك يا رب نصلي. من أجل كل المحسنين والخيرين، مقيمين ومغتربين، أحياء وأموات، الذين تعبوا وكدوا وسعوا وتحملوا المشقات النفسية والجسدية وساهموا في بناء مستشفى مار ماما بشري، ومن أجل كل الذين يواصلون الآن بغيرة وتفان ومحبة صادقة السعي الدؤوب والعمل المثمر من أجل انطلاقة هذه المؤسسة الصحية والإنسانية لتستقبل في القريب العاجل المرضى والمتألمين والمحتاجين إليك يا رب نصلي. من أجل شهداء بشري ولبنان الأبرار الذين أحبونا إلى الغاية وضحوا بكل شيء من أجلنا، جازهم يا رب جزاء العبد الصالح، وكللهم بإكليل المجد المحفوظة للظافرين، واجعلهم عن يمينك في مجدك، وأرح أنفس موتانا وجميع الموتى المؤمنين باسمك القدوس، نجهم من ظلمات الجحيم وألبسهم حلل النور والمجد وأدخلهم إلى ملكوتك ليتنعموا بمشاهدة وجهك القدوس، صحبة العذراء مريم وأبينا مار مارون ومار شربل والقديسة رفقة ومار نعمت الله والطباويين بونا يعقوب والأخ إصطفان وكل الأبرار الصديقين، إليك يا رب نصلي. إن شعر رأسكم كله معدود فلا تخافوا، إنكم أفضل من عصافير كثيرة. قد ما ننسى بعض وننسى يلي بيحبونا، لازم نعرف إنك أنت ما بتنسينا يا رب، وإنه نحن دايما ببالك. بطلب منك اليوم يا رب تحمي هالعيال المجموعة هون، وانت تعطيها وتعطي كل انسان على قد نيته ووصاياه، وخلي القدرة ما تفرقنا يا رب، لنقدر كل سنة نرجع نجتمع تحت سيدة قديشة، لنشكرها على الخيرات وعلى كل النعم يلي عم ننوهبها خلال السنة، نسألك يا رب. ما قلتموه في الظلمة سيسمع في النور، وما تكلمتم به همسا في المخادع سينادى به على السطوح. في كتير أيام منقوم بأعمال منجرب نخدع حالنا بأنها صحيحة أو منعملها بالمخفي خوفا من المجتمع، بس دايما عم ننسى يا رب أنك شاهد على كل شيء، ما في شيء منقدر نتخبيه عنك. أعطينا يا رب القوة على أنه نحارب كل شيء بيفسد الجسد أو بيأسي أجسامنا، ونكون حذرين أكتر من كل شيء بيفسد الروح، لأن الروح هي أبدية وهي الصلة معك، لنكون متصلين فيك ونقدر نسلمك خلاصنا من خلالها، نسألك يا رب. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. أما كان ولا هكذا يكون إلى الأبد. Oh,
قرآنا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك الحي القدوس، برخمور بورشكون الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. روحك أحلو رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحي الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمه المحيي، لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب. بارك يا ربي شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا أخوتي إلى الأبد. ومع روحك. ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. Thank you.
العود واشربوها دمع الاسم تروحي الاقوال متشخني ومتكشفونه دين حلو خي دمعي بيما من يدخلو عزيز وطار وناداكم صوت البيعة Yeah.
ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا برخ مورابون ريشكوهني ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. وما روحك. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجل خلاصنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجينا من الهلاك الأبدي واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك وبك يليق المجد والوقار، مع بيك المبارك وروحك الحي القدوس بارخ مورب ورشكون الآن وإلى الأبد. آمين. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم. هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأ غفرانا، وللمرضى شفاء، ولمنكسري القلوب رجاء، وللحزان عزاء، وللموتى راحة، وللأسرى خلاصا، وللمسافرين رفيقا، وللبعيدين مرشدا، وللقريبين حافظا. ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذا الموضع وسكانه المؤمنين باسمك. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول وجميع القديسين. آمين. تنادى عليكم بالصحة والعافية يا رب.